سلامة. الرياضة نشاط جميل يزاوله الكبار والصغار، ويطيب لنا مشاهدة المباريات الرياضية بمختلف أنواعها الدولية. يتفرجون على الرياضة، وسيكون الأمر أكثر متعة إذا لم يقتصر اهتمامنا بالرياضة على المشاهدة فقط، وإنما أن نزاول الرياضة في الحدود الضرورية لتنشيط البدن والمحافظة على الحيوية والصحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها 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 ها، عدنا إلى الرياضة يا خليل. إن بقيت في فريق الحي فسأصبح رئيسا للفريق. ومن معك؟ كل الشباب، أنا قلب الهجوم. يا سلام، أصبحنا نعود إلى أيام الشباب. وهل أنا كبير السن يا أبا يوسف؟ لا 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 لا، أنا لا أقصد ذلك، ولكن لكل سن معين رياضة خاصة به. أنا مثلا في مثل سنك، ولكنني لا ألعب كرة القدم. لماذا؟ هل هي مضرة؟ لا لا لا، هي ليست مضرة. كرة القدم تنشط الجسم وتقوي العضلات. إذن لماذا تنكرها علي؟ أنا لا أنكرها عليك، ولكنني أفضل رياضة المشي عليها. لماذا؟ المشي ينشط الدورة الدموية، ويعطي للعضلات مرونة، ويجعل التنفس عميقا، ويزيد مقدار الأكسجين في الدم، ويساعد على الهضم، ويمنع الإمساك. كرة القدم تفعل ذلك أيضا. كرة القدم تجهدنا في مثل هذا السن، والمشي يناسب عمرنا. يا خليل، المشي لنا وكرة القدم للشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحتاج إلى مساعدة يا سعيد؟ لا، لم يبقى شيء. هذه نتيجة رمي المسامير والأنقاذ في الشارع. منذ أيام وظهري يؤلمني. طبعا، ما دمت لا تتحرك. أنا في حركة دائمة طول النهار. وأنت راكب السيارة؟ طبعا، الواحد منا في هذه المدينة لا يستطيع أن ينجز أعماله بدون سيارة. من البيت للسيارة، ومن السيارة للمكتب، ومن المكتب للسيارة، وهكذا. هل مشيت على رجليك ساعة واحدة في يوم واحد من شهر واحد في سنة واحدة؟ وما علاقة الأمر بظهري؟ المشي يعطي مرونة لعضلات الظهر واستقامة للعمود الفقري. هل ازداد وزنك؟ 5 كيلوغرامات. بالمشي تحافظ على وزنك الطبيعي. العب رياضة يا أخي. هيا لنذهب إلى النادي، ولكن مشيا على الأقدام. يا صاحبي قالوا قديما في المثل، العقل في الجسم السليم عقل سليم. يا العقل في الجسم السليم
ينشط بالعمل يدوي ويمرض بالكسل فاحرص على تدريبه تحصل على ربح عظيم يا صاحبي قالوا قديما في المثل العقل في الجسم السليم عقل سليم العب معي في ملعبي عند الصباح ارفع يديك إلى السماء واخفضهما هيا أعد عشرا أعد هرول مكانك ساعة أو فتعي جريا إلى الأفق البعيد يحمر وجهك بالدماء وترى الحياة كأنما خلقت لأجلك من جديد يا صاحبي قالوا قديما في المثل العقل في الجسم السليم عقل سليم هيا بنا لا لم يحن وقت الراح أطفالنا يتسابقون يتصارعون لكننا في عمرنا نمشي ونلعب في هدوء أجسامنا ليست كأجسام الصغار إن شئت أن تحيا سعي ويصير جسمك كالحديد فالعب ولا تخشى العثار يا صاحبي قالوا قديما في المثل العقل في الجسم السليم عقل سليم الحمد لله. إلى أين؟ لم تأكلي شيئاً. الحمد لله شبعت، شكراً لك. ماذا أكلتي؟ البلبل يأكل أكثر منك. البدانة تضايقني، ثم إن كثرة الطعام تجعلني بدينة. أنت حامل يا عمتي. أعرف، وأعرف أن الحامل بحاجة إلى غذاء كامل، لكنني أريد أن أحافظ على وزني الحالي. أنا عندما كنت حاملاً بحسن تضاعف وزني. كلي كلي أرجوك. أنا لا أريد ذلك، ثم إن الطبيب قال لي حافظي على زيادة 9 كيلوغرامات، لا يجوز للحامل أن يزداد وزنها أكثر من 12 كيلوغراما. أنا أيضا قررت أن أخفف وزني، من الآن لن أكل سوى السندويتشات ولن أشرب إلا المياه الغازية. رجاء أنا لا أخفف وزني، أنا أحافظ على وزني. ثم هل تظنين أن المياه الغازية والسندويشات تخفف الوزن؟ على العكس إنها تزيد الوزن. ثم أنت بهذا الشكل وبهذا القوام لا تحتاجين إلى تخفيف الوزن؟ إذا حسن يخفف وزنه. مارس الرياضة التي تناسب عمرك في الوقت المناسب وليس بعد الأكل مباشرة. زميلي سالم كان بدينا ثم ضعف جسمه وهو يريدك أن تضيق له ملابسه. نعم الجاكيت أصبح واسعا عليه. البس دعني أرى. فظيع، يبدو أنك مغرم بتخفيف وزنك. ليس مغرما بشيء،
ظل فترة طويلة يعاني من فقدان الشهية إلى أن أصبح بهذه الصورة. فترة طويلة تعاني من فقدان الشهية؟ وكم نقص وزنه؟ 20 كيلوغراما خلال شهرين. ألم تراجع طبيبا؟ ولماذا يراجع طبيبا وقد أصبح نحيفا؟ ليتني أكون برشاقته. لا 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 يا خليل، النحافة بهذا الشكل وبسبب فقدان الشهية مظهر مرضي وينبغي مراجعة الطبيب. أنا أوصاني الطبيب بتخفيض وزني لأنك مصاب بارتفاع في ضغط الدم. اسمع، المستشفى قريب من هنا، هيا اذهب اذهب واعرض نفسك على الطبيب قبل أن تنقرض. خذه خذه يا صالح ما دمت زميلة. معقولة؟ هل تذهب؟ هل أضيق الجاكيت؟ لا 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 انتظر، ربما يسمن بعد العلاج. صاحبنا سعيد كان يلتهم كل ما تشتهيه نفسه، حتى أهدى له أحد الأصدقاء كتاباً عن أصول التغذية وقرر أن يطبق محتواه. ما رأيك بطبق من السمك؟ أوه، هو سمك نهري، إذن ينبغي أن أتحاشاه. وهذا صحن من السبانخ. أبداً أبداً، فيه حديد زائد. إذن عليك باللحم. كثرة اللحم تسبب داء النقرس، وهذا مدون في الكتاب. أوه، كبد، هذا يزيد الكوليسترول. حلويات، الحلويات كلها سكر ودهون تتعب الكبد وتزيد الوزن. إذن فواكه. هذه التفاحة منظرها غير مريح، قد تكون ملوثة. أوه، خبز ومعجنات كلها نشويات. واحتارت زوجة سعيد ماذا يجب أن تطبخ. اسأل هذا الكتاب ماذا نأكل. كثير من الناس لا يملكون إرادة أمام الأكلات الطيبة. لا بأس، كل ما تشتهي نفسك، ولكن باتزان، وحافظ على الحركة والرياضة، وذلك لاستهلاك الطاقة وعدم تحويلها إلى وزن يحمله جسدك. أما اللجوء إلى إنقاص الوزن بالعقاقير ففيه خطر كبير على الصحة، إذ أن العقاقير المستعملة لإنقاص الوزن تؤدي إلى هدم دهون الجسم والأنسجة العضلية، وبعضها يجعل الغدة الدرقية تصاب بكسل وظيفي. وبعض العقاقير يخل بالتوازن الهرموني في الجسم، ومنها ما يؤدي إلى زيادة خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم والتهيج العصبي، وكذلك يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، وأخيراً التسمم. إن العقاقير تنقص العمر ولا تنقص الوزن، ونحن نعرف حالات عديدة أدى فيها استعمال العقاقير التي يقال إنها تخفف الوزن إلى الإصابة بالأمراض، حتى إلى نقل المريض إلى المستشفى للمعالجة. إن تخفيف الوزن لا يتم إلا بالتوازن بين الطعام والحركة. إنك تعاني من الترهل، دواؤك الحركة والرياضة. هذا الرجل يعيش ليأكل، والشراهة متعته. بعد الوجبة دعوة للغداء. لا بأس، لا بأس من وجبة إضافية حتى لا يكسر خاطر الأصدقاء. السيارة تشم رائحة الطعام وتقوده إلى حيث ما لذ وطاب.
المائدة حافلة، والأصدقاء يرحبون بالشاره الأكول. كأنها مغامرة. ترى هل تسع البطون كل هذه الصحون؟ كأن بطنه ميناء تفرغ فيه الأطباق حمولتها. كثرة المرق تسيل العرق. سيارته كانت على قده وهو الآن يحتاج إلى شاحنة. السيارة سبقت بطنه إلى الانفجار، وما عاد يملك سوى قدميه ليرجع. بعد البطن أنين القدمين. انتبه، الحمولة زائدة. حتى القلب أخذ يطلق نداء الاستغاثة. ومن المائدة إلى فراش المرض. تلك هي المسيرة الطبيعية لمن يحول الغذاء إلى بلاء. احذر احذر فلا تأخذك الشهية، فتأكل الزاد بلا روية. فإنما المعدة بيت الداء، فاحرسها من سقم ومن بلية. فإن أكلت فوق ما يطاق، مدعيا بمعدة قوية، مندفعا يجرك المذاق، تلتهم الأكل بلا روية. فأول المخاطر السمنة، وآخر المخاطر المنية، وآخر المخاطر المنية. الغذاء ضروري لكل إنسان، للصغير والكبير، فهو ضروري لنموه، وضروري لتعويض الأنسجة ولإطلاق الطاقة اللازمة لنشاطه. والإنسان يحتاج إلى التنويع في الغذاء للحصول على المكونات الأساسية لتغذيته. وتختلف حاجة الإنسان للطعام من شخص إلى آخر حسب سنه والجهد الذي يبذله. ويطلب الإنسان الطعام عندما يشعر بالجوع، حيث تنطلق إشارات إلى المخ تعلمه بأن الجسم بحاجة للطعام، فيطلق المخ بدوره إشارات ليشعر الإنسان بالجوع وتنفتح الشهية، أي الرغبة في الطعام. إن الإنسان العادي يحتاج إلى 2400 سعرة حرارية يومياً عندما يكون الجهد العضلي الذي يبذله محدوداً، ويرتفع عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها عن هذا المعدل بارتفاع الجهد الذي يبذله حسب العمل الذي يقوم به وحسب السن الذي هو فيه. لكي يكون الذي يتناوله الإنسان كاملاً من الوجهة الصحية ومناسباً لما يبذله من جهد، ينبغي إلى جانب الاهتمام بكميته المناسبة الاهتمام باحتوائه على المواد اللازمة للنمو ولتجديد الخلايا ومنح الإنسان القدرة على مقاومة الأمراض. وهذه المواد هي البروتينات والعناصر المعدنية والفيتامينات، وينبغي التقليل من تناول النشويات والدهنيات إلى القدر الذي يحتاجه الجسم منها. من 1000 سنة قال ابن سينا العالم الفيلسوف الإسلامي الكبير: وقلل الغذاء في الصيف ومل بما تغذو إلى الطيف، واجتنب الغليظ من لحمان ومل إلى البقول والألبان. Okay.
مرحبا فالح. أين الجماعة يا فالح؟ خيرا يا فالح؟ لا أقدر أن أنام من السعال، خذني إلى الطبيب المناوب. حالتك لا تستدعي الذهاب للطبيب المناوب. كيف لا تستدعي ذلك؟ حجرتمونا. إذا لماذا أوجدوا الخفارة الصحية؟ الخفارة الصحية للحالات الطارئة، للحالات الخطرة، وليس لمثل حالتك. حالتي خطرة أيضا، سأموت. لن تموت يا فالح، لن تموت. نم والصباح ربح. السؤال يخنقني، لن أبقى حيا للصباح. خذني إلى الطبيب المناوب. قبل يومين أخذتك للطبيب المختص وأعطاك الدواء، خذ الدواء يا فالح. هذا الدواء لن ينفعني. اصبر يا فالح، اصبر، الدواء لا تظهر نتائجه بهذه السرعة، انتظر، استعمل الدواء حتى يفعل مفعوله. الموت سيفعل مفعوله يا صالح. طيب، هذا هو الدواء الذي وصفه لك الطبيب؟ نعم. لكنك لم تستعمل؟ تقول لن ينفعني مع أنك لم تستعمله. يقولون طعمه مر. حسن قال لي طعمه مر. مر؟ اشرب الدواء، اشرب الدواء وسوف تتحسن صحتك. هيا، ما فائدة الذهاب إلى الطبيب إذا لم تستعمل أنت الدواء؟ هيا هيا. لا أريد. اشرب اشرب اشرب. كتب 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 كتب. دعنا نسعفك، ساعدني. سعيد، أنا لا أفهم في الإسعاف. طيب، هات لي صندوق الإسعاف. صندوق الإسعاف؟ من أين؟ صندوق الإسعاف الذي في السيارة. ليس بسيارتي أي صندوق إسعاف. غير معقول. افرض يا أخي تعرضت لأي حادث أو صادفك موقف مثل هذا الموقف، ماذا تفعل؟ صندوق الإسعاف حاجة ضرورية، لابد منها، ساعدني هيا. فعلاً، إن وجود صندوق للإسعاف أمر ضروري في كل سيارة، فقد تتعرض لا سمح الله لحادث أو تحتاج إلى أن تقدم مساعدة لإنسان مصاب. وينبغي أن يحتوي الصندوق على الحاجيات الضرورية للإسعافات الأولية في الطرق، والتي تحددها تعليمات وزارة الصحة وأجهزة المرور. بالمناسبة، إن جميع قوانين وتعليمات المرور في العالم تحتم وجود صندوق للإسعاف في كل سيارة. ومن المفيد جداً بالتأكيد التعرف على طرق إجراء الإسعافات الأولية المناسبة لكل موقف أو حادث. سلامتك. سلامتك سلامتك نودت لك 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 سلامتك. لأنك الإنسان تعمر الأوطان نودت لك سلامتك. نودت لك سلامتك. ما أسعدك تسهو بتاج العافية. ما أسعدك تبدو بروح عالية. ما أسعدك تسهو بتاج العافية. ما أسعدك تبدو بروح عالية. ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير.